اليوم في زيارة لمصفاة كربلاء الكبيرة، يعني طلعنا على سير العمل، ناقشنا بعض التحديات الفنية والإدارية والمالية مع المستشار تكنب والكونسورسيوم اللي جاي ينفذ المشروع، وطبعا مع سكوب وشركة مصاف الوسط. نسبة الإنجاز ورقيا وظاهرا تجاوز 90%. إن شاء الله الخطة سبتمبر 2022 راح يدخل المصفات حيز العمل، وستبدأ أول مشتقات في النزول للمستهلكين. مصفى كربلاء من المشاريع المهمة جدا، المشاريع العملاقة التي تقوم بها وزارة النفط خلال هذه الفترة لرفع البلد بالمنتجات النفطية اللي بحاجة إلها. نسبة الإنجاز جاوزت 90%. إن شاء الله في العام القادم تبدأ في الربع الأول ابتداء تشغيل الوحدات تدريجيا، وصولا إلى سبتمبر من العام القادم لتشغيل المصفى بالكامل إن شاء الله. إنتاج هذا المصفى سيغطي جزء كبير من الحاجة المحلية من المشتقات عالية الجودة، وبالتأكيد أنه هذا راح يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من نسبة الاستيرادات ويسهم في تغطية الحاجة المحلية. وزارة النفط، المكتب الإعلامي.